مرحبا شباب، يعطيكم العافية. أنا وليد، بعمل لي خراطة الخشب. تعطوني رأيكم في القطعة اللي بدنا نعملها اليوم، اللي هي قطعة خشب الصنوبر. إن شاء الله تكون قطعة حلوة. بتمنى تدعموني باللايكات والشير. اشتركوا بالقناة لتصلكم كل جديد من فيديوهاتي. طبعا انا جديد وبدي دعمكم شباب، ادعمونا. اوكي شباب، يعطيكم العافية.
Thank you.
Thank you.